تطور في العلاقة السعودية الروسية في السنوات القليلة الماضية شهدت تطور كبير جدا يفوق المعتاد في كافة المجالات، وليس في مجال واحد، في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني والاجتماعي والثقافي. والفرص التي أمامنا أكبر بكثير من التي مضت، كل ما ننجز أمر نجد فرص أكثر، وهذا ما احنا حريصين على عمله. الشراكة السعودية الروسية شراكة موثوقة قديمة جدا، وكل ما لها تزداد ثقة وتزداد عمقها بشكل أكبر وبشكل جيد. واليوم سوف نعمل على كثير ملفات لإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين، نأمل إن شاء الله أن جهودنا تتكلل بالنجاح.